مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. ندوة علمية بالعاصمة للبحث في شرعية المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 من أكتوبر 2000. المنظمة العربية للسياحة تعتزم إنشاء قرية سياحية عربية بتونس. عشرات المتظاهرين بالعاصمة البحرينية المنامة للمطالبة بإصلاحات سياسية. قتلى وجرحى في معارك بين مسلحين وكتيبة تابعة لوزارة الدفاع الليبية قرب بنغازي. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بعد لقائها أمس بواشنطن وزير شؤون الخارجية رفيق عبد السلام عن اعتزامها زيارة تونس في ديسمبر 12 و2000 للمشاركة في الدورة التاسعة لمنتدى المستقبل وللتباحث مع المسؤولين التونسيين حول سبل مزيد دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وقد عبرت كلينتون وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية عن ارتياحها للإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية لحماية السفارة والدبلوماسيين والأمريكيين. وكان اللقاء وفق ذات البلاغ فرصة للتأكيد على أن أعمال العنف التي استهدفت السفارة والمدرسة الأمريكيتين بتونس لن تؤثر على عمق أواصر الصداقة التونسية الأمريكية وعلى حرص الطرف الأمريكي على مواصلة دعمه للمسار الديمقراطي بتونس الذي تراهن عليه الولايات المتحدة كنموذج لكامل المنطقة. وقد عبر وزير الشؤون الخارجية عن أسفه لأحداث العنف التي جدت الأسبوع المنقضي موضحا أنها لا تعكس الصورة الحقيقية لتونس ما بعد الثورة، مجددا التأكيد على التزام تونس بتعهداتها فيما يخص حماية البعثات الدبلوماسية وعزمها التصدي للعنف مهما كان مأتاه في إطار احترام القانون والحريات العامة وحقوق الإنسان. نظمت الجمعية التونسية للمحامين الشبان يوما علميا حول شرعية المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 من أكتوبر 2000 بإشراف الأستاذ البشير الفرشيشي وبحضور 4 من عمداء القانون إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وممثلين عن الأحزاب السياسية سواء كانوا من السلطة أو المعارضة. السيد ضياء الدين مورو رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان أفادنا بما يلي. كلمة ستكون معناها للمختصين في القانون الدستوري. احنا كجمعية محامين الشبان سعينا في أن ننظم هذا الملتقى، نختاروا له معناها المختصين في القانون الدستوري الأساتذة والعمداء متاع كليات الحقوق حتى يقولوا قول القانون. إذا ندرى المجلس التأسيسي اليوم بعد 23 أكتوبر هو بالفعل يصبح غير شرعي أم أن شرعيته تتواصل؟ الإشكال في الأمر أنه هذا الموضوع قانوني وأصبح يناقش من زاوية سياسية، في حين أنه لابد أن يبقى كل ما هو قانوني يناقش بعقلية قانونية. وأجمع الحاضرون بالتحليل والحجة القانونية على أن إثارة انتهاء الشرعية يوم 23 من أكتوبر ليست حتمية قانونية، إلا أنهم طالبوا برسم خارطة طريق واضحة ورزنامة يقع احترامها من طرف الجميع. أعتقد أن هناك بعض الأطراف تعد لي هو تاريخ مصطنع، وهما ناس انقلابيين على الشرعية بزي مدني، وهم يجيشون ويصطنعون الأزمات، وهم طلاب سلطة ولا يراعون في هذا مصلحة البلاد. أما المسألة من ناحية القانونية البحت هلا يعني أنني أساند النهضة، بالعكس، ولكن من ناحية القانونية البحت المسألة لا تطرح. عبارة السنة التي وردت بالقانون المؤسس أو المرسوم المؤسس للمجلس التأسيسي التي قالت المجلس التأسيسي ينهي عمل الدستور في ظرف سنة، في الحقيقة هذه العبارة لا تفيد إزالة الشرعية، لأن القاعدة الأساسية في القانون الجزائي أنه إذا أراد أن يبطل أو ينهي عملا أن يرتب عليه جزاء، ولذلك فالقانون لم يرتب جزاء، لم يقل ينتهي المجلس التأسيسي أو يبطل أعمال المجلس التأسيسي. مدة زمنية للحث وتحريض المجلس ينهي أعماله بسرعة نظرا لمصلحة البلاد، ولكنه لم يرتب جزاء البطلان أو جزاء أي جزاء معين. في رأيي من الناحية السياسية على الخصوص، لو أنه يأخذ باعتبار أن الشرعية انتهت فيذهب المجلس التسوري والحكومة والمجلس التأسيسي والحكومة ورئاسة الجمهورية، ويبقى ماذا؟
ما هو البديل من الإشكالية؟ لا يوجد بديل على الإطلاق. التجاذبات بين الناحية السياسية والناحية القانونية لن تؤدي إلى فراغ بعد 23 من أكتوبر، بل أن المجلس الوطني التأسيسي هو سيد نفسه. المجلس التأسيسي هو سيد نفسه، وبالتالي لا توجد سلطة تعلو سلطة المجلس التأسيسي، والمجلس التأسيسي يمتلك الصلاحيات الأساسية. الأمر اللي صدر في 3 أوت 2011 ويقول عليه وضع دستور هو أمر غير شرعي. لماذا؟ لأنه يخرق النص اللي أسس المجلس التأسيسي، وبالتالي فهذا يسمى لغو، وأهل القانون يعرفون الشرعية ماذا تعني. هذا الأمر فاقد لكل قيمة قانونية، قيمته فقط تكمن في الدعوة لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي ليس إلا. اليوم التأويلات لا نحتاج التأويلات، لأنه القانون التأسيسي عدد 6 اللي صادر في 16 ديسمبر 2011 واضح يقول على المجلس التأسيسي من بين صلاحياته الأصلية وضع إعداد دستور ووضعه، وبعد دخول حيز التنفيذ ينتهي دور المجلس التأسيسي. ينجي المجلس التأسيسي يوضع، صورنا لو المجلس التأسيسي وضع النص هذا الدستور في 3 أشهر ونقول له واصل لمدة سنة، لا، هذا يعتبر عرقلة للمؤسسات. وأنا بتصوري الوقت الحاضر المجتمع التونسي ليس في حاجة إلى هالترهات هذه اللي خارج القانون ومخالف القانون. اليوم السلطة الشرعية الوحيدة الموجودة في تونس بعد الثورة هي المجلس الوطني التأسيسي. في هذا الملتقى العلمي والقانوني تم التركيز على ضرورة التوافق ومشروعية استمرار عمل المجلس بعد 23 أكتوبر، مع ضرورة تحسين الأداء. الوضعية الحالية، علاش الناس ولات تتأكد برشا على 23 أكتوبر وتقول يجب شيئا أن يتغير 23 أكتوبر، لأنه الأداء في الوقت الحاضر بالنسبة لهذه السنة ما كانش يعني في المستوى المطلوب. يعني ما ندخلش في التفاصيل، وانتم الناس كل معناتها متفقه وانه فما نوع من الاداء اللي يمكن ان يكون احسن بذلك من كثير، والتواصل فيما بعد ذلك على اساس وان كانوا الشرعيه معناتها هذيك حتميه وانها ما معناتها لا يمكن النقاش فيها، تعطي ربما الانطباع وانه كل شيء ممكن وسيتواصل على نفس النسق. على هذا الأساس فإنه مراجعة طريقة الأداء وحصر برنامج جديد ورزنامة جديدة، والتأكيد على أنه يجب ضبط رزنامة واضحة اللي يوافق عليها المجلس الوطني التأسيسي ويقع تضمينها في التنظيم المؤقت للسلطات العمومية كما طلبناها احنا في البداية ولم يقع الاستجابة إلى ذلك. اليوم يلزمنا نعالج القضية هذه بطريقة، وأنه إذا كان فما إضافة يجب أن تكون توافقية من طرف كل الكتل البرلمانية والأحزاب اللي وراها، وبطبيعة الحال الاتفاق على الدستور كيفاش يجب يكون توافقي، على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيضا تكون توافقية، والقانون الانتخابي توافقي، ونحط الأرضية الديمقراطية نتاع المرحلة الانتحالية هذه الثانية، ثم بعد ذلك نحدد الرزنامة على ضوء ذلك ويقع النقاش فيها في المجلس الوطني التأسيسي على مرأة ومسمع نتاع كل المواطنين التوانسة حتى لين يطمئنوا وأنه الوفاق موجود، الأرضية الديمقراطية توفرت. يعني هذا يطمئن، وقتها نجم نقول لك أنه المدة اللي باش تبقى لو تمر يعني بسلام. نظمت وزارة السياحة جلسة عمل مشتركة بهدف مزيد دفع التعاون التونسي العربي في المجال السياحي بحضور كل من إلياس الفخفاخ وزير السياحة والدكتور بندر فهد الفهد رئيس المنظمة العربية للسياحة للنظر في مجالات الاستثمار السياحي. وتعتزم المنظمة العربية للسياحة إنشاء قرية سياحية عربية بمنطقة عين دراهم من ولاية جندوبة تضم أجنحة لجميع الدول العربية وفق تصميم مميز يعكس نماذج مختلفة لتراث كل بلد. مشروع معناتها احنا بعد ما صححنا الاتفاقية مع المنظمة العربية في شهر ماي من عدة برامج، منها الفكرة هذه اللي كانت موجودة لإحياء قرية عربية مثال مصغر، وتونس لتدعيم الاستثمار في مجال السياحة وتنويع المنتوج متاعها، وخاصة استقطاب سياح من الخليج العربي اللي ما عندناش معناتها حظ كبير حتى لحد الآن، يكون هالمشروع هذا معناتها دافع وبداية الاستثمار. وما زلنا في صدد احنا معناتها الدراسة الأولية للنموذج ولاختيار الموقع وعملية الاستثمار، يعني ما زال مبكر جدا باش نحكيه لا على قيمة الاستثمار ولا حتى البقعة،
نحن البارح صارتنا زيارة ميدانية في منطقة تبرق وعين دراهم لأنه نحب نعطيه للوجه هذه معناتها الدفعة في الاستثمار، وما زال ما تقرر حتى شيء يعني. وهذه الزيارة أولية من مستثمرين ومن المنظمة، تبدأ تليها جلسات عمل مدقة أخرى لدراسة المشروع من ناحية الموقع ومن ناحية التمويل متاعه ومن ناحية الكبر متاعه معناته. كما تم عرض مختلف التصورات التي تم وضعها لإنجاز هذه القرية التي لم تحدد بعد مساحتها وكلفتها. مشروع القرية العربية هو مشروع ضخم حقيقة ومشروع متميز، ونحن نطمح الحقيقة إلى تنفيذه على أرض الواقع كما رأينا بعض المخططات وذا، ولكن هذا طبعا الآن نسعى من خلال القطاع الخاص إلى قيام هذا المشروع واستثماره. وأنا تحدثت أنا ومعالي الوزير أنه من الممكن أيضا أن يطرح هذا المشروع كمساهمة عامة لجميع أبناء تونس. جدلية العلاقة بين الحريات والدين ومسودة الدستور وأهمية حل الخلافات والحسم في العبارات الغامضة والفضفضة لحجب هذا الخلاف حتى لا يكون الدستور مجرد وعاء فارغ ويرتقي إلى مستوى تحديد مستقبل الممارسة السياسية. هذه المواضيع وقع طرحها في اليوم الدراسي بالعاصمة الذي نظمه المرصد العربي للأديان والحريات ومنتدى ابن أبي الضياف للحوار الديمقراطي بحضور أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وشخصيات سياسية وقانونية وباحثين في الفكر الإسلامي. هذا ملتقى انخرط في الحقيقة في سلسلة من اللقاءات اللي بدينا في تنظيمها منذ الأسابيع الأولى بعد الثورة، يعني من شهر مارس 2011، وهي لقاءات فكرية حول مواضيع سياسية نحاولوا نستدعوا لها ناس من طيارات سياسية مختلفة، وخاصة ناس من المجتمع المدني، من الخبراء، من الجامعين والباحثين، باش يبحثوا في قضايا سياسية. هذا الملتقى له أهمية خاصة لأنه جاء بعد نشر مسودة مشروع الدستور، وبالتالي احنا حاولنا ان نقدم قراءة لهذه المسودة لهذا النص من زاوية معينة، وهي زاوية العلاقات بين الحريات والدين. كما في كل الدساتير الديمقراطية يجب نلقى التوازن بين الجوانب الدين والهوية من جهة وجوانب الحريات الفردية من جهة اخرى. في هذه المسودة كان هناك بحث حول هذه التوازنات، في هناك العديد من الإيجابيات والأشياء الجيدة، ولكن هناك أيضا بعض الملاحظات الأخرى التي لنا على هذا النص. ننظر في ما هو موجود في المسودة، في مشروع المسودة، فما تداخل كبير بين الدين والدولة اللي يلزمنا نوضحه. دونك ما زلنا لم نرتقي بعد لدرجة الوضوح اللي تلزم دستور يأسس للأجيال القادمة. المجلس التأسيسي يعكف منذ 7 أشهر على صياغة دستور للبلاد، إلا أن المرصد العربي للأديان قدم ملاحظاته حول مسودة مشروع الدستور. فبين الحبر الأسود والورقة البيضاء يرى المختصون هنا أن هنالك العديد من الإخلالات التي أسموها بالمناطق الرمادية، تحدث حالة من الإيهام، خاصة منها عبارات الدولة راعية للدين التي يؤكد الحاضرون هنا ضرورة تعويضها بعبارة الدولة راعية للشعائر الدينية، إلى جانب عدم الوضوح في قضية المرأة وقضية حقوق الإنسان وعبارة مفتي الديار التونسية التي يشيرون إلى ضرورة تعويضها بعبارة مفتي الجمهورية. ولعل من أبرز النقاط الرمادية مفهوم المقدس الذي يجب أن يطرح على الدولة تحمي المقدسات حسب ما يضبطه القانون وفي إطار التسامح والاعتدال. سميناها معناها مناطق رمادية، وسنرفع يعني تقرير مفصل إلى أعضاء المجلس التأسيسي نطلب منهم توضيح هذه النقاط، رفع الغموض بإضافة ضوابط وعبارات أخرى تحدد هذه الفصول حتى يكون واضح هذا الدستور وحتى يضبط قواعد اللعبة السياسية، وما يبقاش معناها كلام يمكن تأويله في اتجاهات مختلفة جدا، وبالتالي آنذاك الدستور ما يقومش بأهم وظيفة من وظائفه وهي تحديد اللعبة السياسية، الوضع السياسي العام. ما نغيروش مجتمع بدستور، نغيروا مجتمع بقوانين، نغيروا مجتمع بقرارات حكومية، وهذا هي اللي قاعد صاير راهو توا. دونك لا ما نعتقدش كأنه الدستور هو اللي مشي يحارب التطرف الديني، لا، الدستور يحط الخطوط الكبرى للمشروع المجتمع اللي مش نعيشوا فيه الناس الكل بعد 50 سنة، مش احنا ولادنا ولاد ولادنا، ممكن ولادك انت، لكن ما يلزمش
فما ما لازمش تستعملوا الدستور لما لغير ما هو مجعول ليه. القوانين هي اللي تحمينا من التطرف الديني. السلفية إلى أين هو عنوان الندوة التي نظمها المنتدى الجامعي الديمقراطي بمقر الحزب الجمهوري، حيث أوضح الباحث ناجي جلول بأن السلفية في تونس أصبحت واقعا وجزءا من حراك المجتمع، حيث يوجد حوالي 10,000 مناضل وحوالي 80,000 متعاطف. قلت تقارير إذن قول تقريبا حول 10,000 مناضل وحوالي 80,000 متعاطف، مما يعطينا تقريبا نسبة تفوق عدد ناخبي إحدى أعرق الأحزاب العلمانية في تونس، لأن الظاهرة أصبحت ظاهرة هامة وما يلزمش ربما نتعامل معها بهذا. إذا الساتليجاريتي اللي قاعد نشوفها في تونس، إذا أولا ماهيش نزوة، هي ظاهرة أصبحت واقعا تونسية. كما أكد مهدي الطبيب بأن السلفية أنواع، منها السلمية ومنها المتطرفة والتي تتصف بالخطورة، وأكد ضرورة فتح باب الحوار مع السلفيين لتخطي هذه المرحلة. أنا رأى اللي يزم يتحل نقاش وحوار حتى مع الناس هذوما اللي يحملوا الفكر السلفي، نسمعوهم ويسمعونا، لربما معناتها نوصلوا نفهموا بعضنا، يمكن احنا تو مناش فاهمين بعضنا، إذا ربما نوصلوا نفهموا بعضنا، وإذا كانوا وصلنا فهمنا بعضنا، أنا نتصور اللي قادرين باش نتعديوا ونتخطاوا المرحلة هذه اللي هي مرحلة متاع توربيلانس. أنا نقول إذا كانوا نتعديوا رانا باش تمنع الناس الكل بقطع النظر، رانا جمهوري ولا مش عارف شكون، هي المسألة هي متاع تونس، هي تتعلق بتونس. حوار والحوار والحوار، وشكون يتحمل المسؤولية المبادرة متاع الحوار هذوما اللي هما قراب من الفكر السلفي، اللي هما قراب اللي هما قادرين باش يحاوروهم، هما اقرب منا باش يحاوروهم هذوما، لعل يفهموا اللي البلاد هذه راهي ماهيش متاع فكر متحجر ولا ماهيش متاع فكر مسكر ولا واحد، هذه البلاد متاع فكر متفتح، نسمعوهم يسمعونا، نعيشوا معاهم ويعيشوا معانا. كان قنعني هو بدر انا نولي سلفي، ما نوليش سلفي جهادي، نجم نولي سلفي، وكان قناعته هو ينجم يولي معنا ديمقراطي. كما اكد ناجي جلول من جهته على ضروره التعامل الايجابي مع هذه الظاهره، لان الاقصاء من المجتمع قد يبحث على التعبير بأشكال غير سلمية ومتوازنة، وأن الحل الأمني لا يؤدي إلا لمزيد العنف. يجب التعامل معها بحذر، يجب أن يتجند النخب الجامعية من علماء اجتماع وعلماء اقتصاد وعلماء دين لدراسة هذه الظاهرة التي أصبحت تتنامى وأصبحت ظاهرة حقيقية في المجتمع التونسي. ثم الخوف، والخوف هو ما نسمعه اليوم من النداء إلى الحل الأمني. نعرف أن الحل الأمني يعني حل قانون الإرهاب 203 كان كارثيا بالنسبة للتونسية، ونعرف أنه دفع جزء من الشباب المتدين فقط السلفي نحو الإرهاب والعنف، وأحسن دليل على ذلك أن إذن أبو عياض إذن هذا الزعيم مشهور أحد الضحايا، إذن تتبع الإسلاميين وتتبع الظاهرة الدينية، لأن إذن قانون الإرهاب كان ولم يقع التعامل إذن الحذر والتعامل العقلاني مع الظاهرة، ونعرف الحلول الأمنية لبن علي، وللأسف الشديد إذن من نادى إذن بالحلول الأمنية بن علي اليوم يعود بالنداء بنفس الحلول، وهي حلول لا تقدم. إذن الظاهرة يجب دراستها بعقلانية وهو دور الجامعين. نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع منظمة هات سايدل للمغرب العربي تظاهرة علمية بمدينة نابل تحت عنوان أي قضاء نريد، بمشاركة قضاة وجامعيين ونشطاء بالمجتمع المدني. نحن نتحدث عن إصلاح قضاء بينما لم يشرع في هذا الإصلاح، نحن نتحدث على متطلبات تطهير القضاء بينما أنه لم توجد أي استراتيجية لهذا التطهير، ونعرف بدلا عن ذلك إعفاءات. نتحدث عن مبادئ وعن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل، في حين أن القضاة ينقلون بدون أي موجب، ونشهد ممارسات يعني مخالفة ومناقضة من طرف السلطة السياسية. التظاهرة التي افتتحت بكلمة لرئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحمني تطرقت إلى وضعية القضاء في تونس بعد الثورة والحاجة إلى الإصلاح، معتبرا أن عملية الإصلاح تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف. الوضع القضائي الآن يعيش أزمة كبيرة، معناه
أزمة بالطبيعة هي موروثة، لأن النظام الاستبدادي أعتقد أنه لم تنجح الثورة إلى حد الآن في القضاء عليهم. زلنا نعيش يعني نفس النظام الموروث، إدارة القضاء نفسها يعني تجدد ونفس الممارسات السابقة. آخر قرارات صدرت هي قرارات وزارة العدل تحت مسمى الحركة القضائية، يعني وزير العدل في الأخير انفرد كليا بالوضع القضائي، يعني لم يكفي وزارة العدل التسميات السابقة ثم الإعفاءات التي قررتها تنظر في أكثر من 750 ملف قضائي وتحيي لنا صورة الماضي عن طريق المجلس الأعلى للقضاء المنحل، وفي الأخير نعيش على مستوى الهياكل وعلى مستوى الممارسة وعلى مستوى الإصلاح المفترض أزمة كبيرة. عملية الإصلاح أنا نقول أنه الإصلاح لم يبدأ، ولكن ضروري أنه تتجه الإرادة في فتح الملف القضائي. المصبات العشوائية وتراكم الفضلات قد يتضرر منها البعض أكثر من البعض الآخر، أضرار قد تصل إلى عتبة المنزل كما رصدتها كاميرا حنا بعل في هذه المشاهد بمنطقة أريانا. مأساة تدعى الروائح الكريهة والحشرات والأمراض، ومأساة تتفاقم مع عدم التحرك العاجل من طرف السلطة البلدية على حد تعبير متساكني المنطقة. أخويا الحالة متروفها فهمتني، وسخ وقريبة للسبيطار وديار بحذاهم وصغار وكل شيء فهمتني، والريحة والناموس فهمتني، ما ينجموش لا يرقدوا لا ليل لا نهار. السبيطار ماطري، هذا ما ناس مرضى ويعيشوا فيه ويشموا في الريحة. وين شناقيكم اللي تهم يكتشوف بالبينة هاك، شوف الخمس من الطرف للطرف اللي يجي هذا يولد مصب نتاع زبل. نحنا لهنا نلعبوا في كرة ما عادش نجموا، نخافوا من الكزيز اللي تضرونا في سيخنا حاش، والوسخ من الريحة نجموش. الدنيا رايك لنا وسخوة، كانت البلدية معاونونا بالكاميونات تاعهم، كاميونات ما فماش كاميونات، وكثر الكراهي خويا برشا الكراهي كراهي خويا، ما لقاوش يحطوا زبل، اللي يخدم خدام داره ولا خدام داره، ما تعبات الدنيا بالزبل خويا ولت الريحة. والله انا قدر خويا سكنت معاش ما ساكن في داري خويا فهمني، طالبين فهمتني ما يخلوش الحالة هكا، يصلحوا وينظفوا لنا الدنيا شوي، يعملوا حاويات فهمتني، كل نهج كل يقربوا بحذا ديار على الاقل اخر تولي ثم توعية من العبيد فهمتني، سين يلقى حاوية يولي يحط فيها، وكيما عندهم حد شيء سين ورمال بشي يولي يتيش لك هك، خاطر مش دار واحدة ولا اثنين راهو نهج كبير ياسر هنا. حملات وطنية للنظافة ودعوات لرفع الفضلات وملايين الدينارات رصدت لنظافة المدينة والأحياء والأرياف، لكن يبدو أن حظ هذه المنطقة هو الأقل. بربي احنا صغار تو نحبوكم تنظفونا الدنيا، هكا الريحه راه مش معقول، والعباد حتى اللي تكلم يقولك مش انا برا امشي انت لغيرك تو قد معاك برشا حاجات، يجوا عاونونا لموا الزبله قد معنا برشا حاجات واحنا نعاونوك. عنا الكياس ولدي غاص بالطبع حاله حليلي، واليوم عنا 30 سنه واحنا في البقعه هذه، والوليداتنا عايشين بالقدام من الطبع ومن الحال حليله والشتاء، والماء اللي هبط علينا من الخزنه نتاع الماء، ريت الخزنه كي يسيبوا الماء وباش يبدوا مثلا ينظفوا فيه ولا ينقصوا منه، هذيك كل تهبط علينا الماء كل هنا، والناموس والذبانه اش باش نقول لك، الزبله والرائحه تقتل قتلان، اذا كان حرقنا عاد وعملنا شوي نار فيه والله العظيم الصغار مساكن تبدا في حال. هي هاك تشوف فما البوبيل فما الوسخ، الناموس كرينا في الصيف، عندنا البرغوث زاده صغارنا مشيت، وعندنا الكياس زاده من غادي كله طبعا، اذا كان صب الطرف شتاء نهربوا من البوبيل من هنا من الوسخ نلقاو طبعا غاديك، لعاد احنا نجمو نهبطوا ولا صغارنا تنجم تمشي تقرا. المواطن ما عندوش بوبيل هنا، ما عندوش مصب فين يحط، ما عندوش، وكان عنده وين يحط مو يحط، علاش الواحد يحط يرجع له الناموس لاولاده؟ هذه تا خاطر لهنا هذه مشكله الناس الكل ومشكله البلديه اكثر. ما نعرفش شنو اللي باش نعمل، انا كاريه لهنا ما نعرفش الحل شنو باش نعمل لروحي. وكهو الاتحاد الوطني للتاكسي منظمة نقابية جديدة تأسست بمقتضى قانون أساسي مؤرخ في الرابع من أفريل الفارط ومسجل بالقبضة المالية بالمدينة الجديدة ببن عروس، ومودعا بذات الولاية بتاريخ 18 من أفريل الماضي ومقره ببن عروس.
الاتحاد الوطني للتاكسي يهدف إلى النهوض بقطاع التاكسي ككل، وبالخصوص النهوض بمنخرطيها من المهنيين على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساهمة في مجهود التنمية ومعاضدة الحكومة في هذا المجال، والقيام بالدراسات التي من شأنها النهوض بمكونات النشاط الاقتصادي ببلادنا ودعم ركائز الاقتصاد الوطني بعد الثورة من حيث تحديث خدمات النقل ودفع نسق التنمية. استضاف منتدى أسد ابن الفرات بمجاز الباب رئيس الهيئة التأسيسية لحركة وفاء عبد الرؤوف العيدي، وفسح له المجال للدخول في حوار مفتوح مع العديد من النخب بالجهة وممثل المجتمع المدني والسياسي بمجاز الباب، حيث تناول عبد الرؤوف العيدي تقييم الموسم السياسي الذي شرف على النهاية. لابد أننا نحاول أن نقحم النخبة اللي منزلت هي متحفظة شوية على العمل السياسي، نقحمها في عملية يعني حوار سياسي جدي، وقلنا أن طالما أننا نحن نتهيأ الآن لدخول سنة سياسية جديدة لابد أن يكون عندنا تقويم فكرة على الأداء السياسي سواء مستوى الأحزاب أو مؤسسات الدولة اللي صار واللي انتهينا فيه، لأنه هناك كان ضعف سياسي كبير مرده هو يعني يعني ثم هناك انحرافات أيديولوجية وكذلك يعني خيارات تنظيمية أو نجم نقول خطط تنظيمية حزبية هي اللي خلت أنه الطرح السياسي ما يكونش في مستوى ما يطلب استكمال أهداف الثورة. وأكد رئيس منتدى أسد ابن الفرات فتح العبدلي أن المنتدى تعود على استضافة أبرز الوجوه السياسية على الساحة الوطنية لتقريبهم من النخب السياسية بالجهة وفتح قنوات التواصل المباشر معهم من أجل تطوير الوعي السياسي للمواطنين في مجاز الباب. في إطار منتدى أسد ابن الفرات متعودين ديما نجيب فيه سياسيين يعطوا فكرة للمواطن في مجاز الباب على اللي يجري في البلاد، في الإطار هذا جبنا اليوم السيد عبد الرؤوف العيادي اللي يعطينا فكرة على حركة وفاء وتقييم سنة سياسي. وخلال تقييمه للموسم السياسي أكد رئيس الهيئة التأسيسية لحركة وفاء عبد الرؤوف العيدي أكد على ضعف سياسي كبير وانحرافات إيديولوجية، مشيرا إلى أن المشهد السياسي يعرف استقطابا ثنائيا بين حركة النهضة وحزب نداء تونس. المشهد السياسي تولى يسير إلى نوع من الاستقطاب بين حركة النهضة تقريبا ونداء تونس، هذا التحليل تقريبا اللي ماشيين فيه برشا ناس، واللي مرده هو يعني أنه الرصيد السياسي ضعيف، لأن كما تشوفوا حركة النهضة آثر التمدد التنظيمي وحتى داخل الدولة لبناء سلطة، وبالنسبة للحركة هذه نداء تونس يعني هي جمعت الناس ومازال ما عندهاش برنامج. وأكد العيادي أن ترويكا لم تفتح عديد الملفات الهامة على غرار ملف القضاء وملف الأمن، وأن عقيدة الأمن لم تتغير، واقتصر الأمر على الشعارات التي لا معنى لها في غياب المحاسبة والتطهير، مؤكدا في الأنيذة على أن المؤسسة العسكرية وجب تحييدها لأنها اختارت الحياد في الواقع. قضايا لحد الآن معناها كتشوف الصراعات اللي قصيرة الآن ما بين الجمعية ووزارة العدل، والقضاء هو نفسه يعاني من عدة مشاكل ومقاش تطهيره ومقاش عاد تنظيمه وتأهيله. أنا نتصور أن القضاء في حاجة زادة، لأنه هو شأن وطني مو شأن قطاعي، أن القوى وطنية نكونوا هيئة ولجنة اللي تسهر على تقييم أداء القضاء. القضاء يزمه مدة معينة نستبع أداءه، زادة مش استقلالية يعمل يحب. نظم المكتب السياسي للحزب الجمهوري بولاية قفصة ندوة صحفية خصصت للنظر في الوضعية التي يمر بها مطار قفصة قصر، حيث تروج معلومات عن إمكانية غلق هذا المطار ونقل جميع الأعوان العاملين به إلى مطارات أخرى تشهد حركية كثيفة. على ما يبدو وأنه الاتجاه في أو لإغلاق المطار معناها أصبح بخطى حثيثة، ومسألة أصبحت جدية ما هيش مجرد إشاعات، على اعتبار أن الأشغال متوقفة من أكثر من 4 سنوات. احنا كنا نعتقد أنه بعد ثورة 14 جانفي واللي هي قامت على من أهم أسبابها أنها عدم العدالة في التنمية على مستوى الجهات وخصوصا الجهات الداخلية، احنا كنا ننتظر أنه تتزاد مكسب جديد. للأسف أن ثورة 14 جانفي ظهر بجزيتنا حين مكسب نحن في قفص، ومكسب هام
لانه المكسب هذا نتاع مطار قفصه ما هواش معناه كل عام وكل عامين وكل 10 سنين باش يوقع انشاء المطار، يوقع الاستغناء عليه المره هذه راه ممكن ما عادش باش يرجع مره اخرى. في هذا الصدد دعا شكري الهرمسي امين عام حزب ثوابت كافه اطياف المجتمع المدني من جمعيات واحزاب واهالي، دعاهم الى الوقوف الى جانب هذا المشروع الذي اعتبره بنيه اساسيه تنمويه لا مجال للغنى عنها في جهه قفصه. ندعو كل المجتمع المدني واطياف كل المجتمع المدني من جمعيات واحزاب واهالي قفصه الغيورين على المصلحه العامه أنهم يوقفوا ويدافعوا على مصالح جهاتهم، وأحنا نتصور أنه وقفتنا نحن مش احتجاجية لمعنى الاحتجاج، لكن هي دفاع على مصالح الجهة، وتصور أنه سوف ننسق مع المجتمع المدني والأحزاب إلى إيجاد آليات حقيقية للدفاع على مطار قفصة، تبدأ من وقفة احتجاجية إلى الاتصال بالمسؤولين المعنيين من وزير نقل إلى مسؤول الطيران المدني إلى والي الجهة. سوف نتصل ونحاول أن نعطيهم أهمية عدم غلق المطار. وفي أخبارنا العالمية، تظاهر عشرات المحتجين في العاصمة البحرينية المنامة للمطالبة بإصلاحات سياسية، مما أدى إلى إلقاء القبض على 29 متظاهرا حسب ما أعلنه مدير عام الشرطة البحرينية، الذي أكد في بيان له أن المركز التجاري للعاصمة شهد أعمال شغب وتخريب قامت بها مجموعات من المخربين تمثلت بإلقاء قنابل المولوتوف مستهدفين أمن المواطنين ورجال الشرطة. وتشهد المملكة البحرينية اضطرابات منذ فيفريو العام الفارط تقودها المعارضة ضد نظام الحكم. تعرضت أحياء عدة في مدينة حلب لقصف مدفعي عنيف سقط خلاله 9 قتلى على الأقل في دمشق وريفها وحلب وحمص ودرعا حسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما تحطمت مروحية تابعة للجيش السوري النظامي بعد إصابتها بنيران المقاتلين المعارضين. من جهة أخرى شنت قوات الأمن السورية حملة اعتقالات ودهم واسعة في منطقة الحارة بمحافظة درعا جنوب البلاد. قتل 4 أشخاص وجرح العشرات ليلة البارحة عندما هاجم مئات من المتظاهرين بينهم عدد كبير من المسلحين المقر العام لكتيبة راف الله الشحاتي، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي تابعة لوزارة الدفاع في مزرعة بمنطقة الهواري التي تبعد 15 كيلومتر عن وسط بنغازي. وقد انتفض مئات من سكان بنغازي على الميليشيات المسلحة التي تفرض قانونها في المدينة، وتمكنوا من إخراج المجموعة المتطرفة من مقرها العام، فيما حذرت السلطات الليبية من انتشار حالة من الفوضى. أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري أن إسرائيل ستشن الحرب على إيران في نهاية الأمر، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لمثل هذا الاحتمال، وأن الدمار سيلحق بإسرائيل باعتبارهم غير قادرين على تحمل الترسانة العسكرية الإيرانية، وهي أول مرة تقر فيها إيران باحتمال نشوب نزاع مسلح مع إسرائيل، في حين كانت تستبعد في السابق مثل هذا السيناريو وتتهم قادة إسرائيل بالمخادعة. الحوار والتفاوض أو الحرب، هذا ما عرضه ديون كوندا تراوري رئيس مالي الانتقالي على الحركات الإسلامية المسلحة التي تحتل شمال البلاد، داعيا الماليين في الوقت نفسه إلى الاستفاف خلف جيشهم لخوض الحرب إذا فشلت جهود التفاوض. في الأثناء أبدى مجلس الأمن الدولي استعداده لبحث اقتراح يتعلق بنشر قوة إفريقية في مالي بهدف إعادة السيطرة على شمال البلاد الذي تسيطر عليه حركات إسلامية. سقط عشرات القتلى بباكستان في تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، حيث شهدت كراتشي أكثر الاضطرابات دمويا وقتل فيها 10 أشخاص بينهم 3 من الشرطة. هذا وشددت الحكومة الباكستانية إجراءاتها الأمنية تحسبا لوقوع أعمال عنف، حيث أغلقت الأسواق والمحلات والمصالح التجارية أبوابها، كما قررت الحكومة تعطيل شبكات الهواتف النقالة في عموم البلاد، وذلك في محاولة لحرمان منظم المظاهرات من التواصل فيما بينهم. I guess once I sort of
غادر المدعو علي بن سعيد لوريمي محل سكناه الكائن بحومة تملال الحلو ميدون جربة بتاريخ 22 من جويلية العام الفارط إلى وجهة غير معلومة ولم يعد حتى اللحظة. فالرجاء ممن يعرفه أو يتعرف عليه يتصل بالرقم التالي 94-71-36-80. نهاية هذا العرض الأخباري وهذا تذكير بالعناوين. ندوة علمية بالعاصمة للبحث في شرعية المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 من أكتوبر 12 و2000. المنظمة العربية للسياحة تعتزم إنشاء قرية سياحية عربية بتونس. عشرات المتظاهرين بالعاصمة البحرينية المنامة للمطالبة بإصلاحات سياسية. قتلى وجرحى في معارك بين مسلحين وكتيبة تابعة لوزارة الدفاع الليبية قرب بنغازي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.